لارا؟ هاي كيفك؟ سافا وانت؟ كمان سافا. سمعت انك تجوزتي؟ ما سمعت اني طلقت؟ لحقتي؟ نصيب. ولادك اسم الله؟ ايه، اسامه وميسا. باب سلموا على مدام لارا. تشرفنا. اوكي، نبقى منشوفك. من كل بد بعده رقمك هو ذاته؟ لا، غيرته. منيح لانه ضيعته وما كان لي عين اسالك عنه. اعطيني رقمك الجديد. رقمك بعده هو ذاته؟ بعده. ايه، انا ما ضيعته، ببقى بعمل لك مست كول. ايه اكيد. باي 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 يا حلوين. بليز ما تاخذي اللي بدي اقوله عن سوء نية. انا تعبان نفسيا وحابب اشوفك وفضفض لك. فينا نتعشى سوا؟ انا بالجبل. اوكي، فينا نقسم الطريق بالنص. كتير منيح، يلا باي. انه بعده ذوقك مثل ذوقي. حلو المطعم ورايق. اكيد بهمك رواقه اكثر من حلاوته. مش فرقانه معي اصلا، ما عم نعمل شيء غلط. وليه عم تقولها بتحدي؟ تعبان لورا، تعبان كثير نفسيا وجسديا. لو ما قلت لي على التليفون انه ما عندك نيه سيئه، كنت قلت لك انه كل الرجال المجوزين بيقولوا نفس الشيء ليبرروا خيانتهم. وبعدني عند كلامي. منك مرتاح بزواجك؟ لا. بطلت تحبها؟ ما بعرف، مشاكلنا مش تركت لي مجال تأسأل حالي هالسؤال. مع انه عند اول اشاره منها تركت العالم كله ورجعت لها. انا ما كان لازم اضعف وارجع لها. جيهان مش الي، هي من عالم وانا من عالم، والعالمين ما خصهم ببعضهم. عشرتها 4 سنين وما اكتشفت هيدا الشيء غير بعد ما تجوزته؟ بالعكس، اكتشفت هيدا الشيء من اول ما تعرفت عليها، بس ما كنت قادر امنع حالي من اني احبها. ما هو الواحد دايما بينجذب للنقيض. خبريني انت، ليه طلقتي؟ افتكرت انه وجود رجال بحياتي بيلغي وجود رجال تاني من قلبي. طلعت غلطانة. يعني ما تجوزت عن حب؟ لا، المتزوج عن حب مبسوط، ولا المتجوز بلا حب مبسوط. شكل المشكلة بالزواج بحد ذاته. يعني بفهم من حكيك إنه لما تجوزتي كنت مغرومة برجال تاني غير جوزك. إيه. وتجوزتي بعد بكم شهر؟ شو عم تجرب تستنتج؟ كمان لما كنت معي كنت مغرومة فيه؟ ما عجبتك الخبرية؟ بصراحة لا. ليه؟ ما أنت كمان كنت مغروم بمرة تانية. معك حق. ميرسي لأنك قبلتي عزيمتي على العشاء. تشيرز. تشيرز. فكرة كتير طيب الستيك هون. ألو، شو زتيت السنارة وغبت؟ ليك لا، القصة مش هيك، بس إنه الأولاد مستفقدين وما بدي أتركهم لوحده. يعني بعد ما رجعت على البيت؟ أنا طالع لعندهم هلا. رجعت ولد عم بركض بالحقالة وعربش على الشجر وقطي فتين ولوز وعنب. خي، يعني مرتاح؟ مش كتير، لأني عارف إني راجع على الجحيم. أوف،
هالقد مش طايق الرجعة؟ كأنك منزلتيني على جهنم. طيب ومضطر؟ ما بعرف، بس إنه ما في أتركها لوحدة بهيدي الفترة. كون عم حطوها، وبعدين الأولاد ما في هيك أسلخوا فجأة عن بيتهم وعالمهم. القصة بدها تفكير كثير. فيني رد لك عزيمة العشاء؟ بكرة؟ أكيد مش الليلة. أوكي، وين؟ عندي، أنا طباخة كثير شاطرة وراح أعمل لك أكلتك المفضلة. بعدك متذكرة شو أكلتي المفضلة؟ ولو إلا إذا تغير ذوقك. لا، أكيد ما تغير. أوكي، لكن أنا ناطرتك بكرة على العشاء. باي باي. ما كنت عارف انك ساكنه بشاليه. طلعت لي بتسويه الطلاق، بس عم فكر انه بيع واشتري شقه بعد ما قررت. شو رايك؟ هلا الشقه فيها استقرار اكثر على المدى الطويل، والشاليه كمان لها منافع. مزبوط، معك حق. بتعرفي لارا، انا ما بعرف كيف تركتك تفلتي من ايدي. ملحوقه. بس انا قلت لك من اول يوم انه ما عندي هنيه. بس انا عندي. لارا، انا ما بدي اعمل شيء اندم عليه، مش كرمال جيهان كرمالك انت كمان. انه ما بدي اظلمك مثل ما ظلمتك اول مره. هالمره اذا بدنا نكون سوا بدي اتاكد انه ما رح اتركك تارجع له. وانا بحترم هالقرار. يعني بعدنا اصحاب؟ اكيد. بدي اسالك سؤال، لو بوقتها جيهان ما رجعت لك كنت تجوزتني؟ ما بعرف، بس انه كنا ماشيين على الطريق الصحيح. بس تخليك بهديك الفترة ما قلتي لي انك انت مغرومة برجال تاني؟ بلا، بس انا ما قلت لك اني رح وافق، انا بس عم بسألك. طب رح اقوم جيب لك كيك.